بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. كل يوم في رمضان بننزل بنلف في جميع شوارع مصر الجميله، بنقابل عمالها جمال، اجمل ناس في مصر اللي بيبنوا بيعمروا في نهار رمضان عشان نقول لهم شكرا كتر الف خير. صباح الفل يا رجاله، رمضان كريم. عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. طب الحمد لله. النهارده احنا هنروح فين يا احمد؟ مش عارف. النهارده احنا هنروح مركز طب ده في زفتة، وبيقدم خدمات لجميع أهالي قرية ضهطورة. أنا كنت جيت هنا قبل كده زمان، أظن كان عندهم مشكلة، كانش عندهم مركز طبي. وكمان هنشوف وحدة اجتماعية بتاع ضهطورة كمان اللي بتقدم خدماتها لأصحاب الهمم، وبتقدم لهم خدمات كثيرة جدا وخدمات إنسانية، وبتقدم كارت الخدمات المتكاملة وخدمات الأسر الأولى بالرعاية. ايه رايكم نشوف العمال اللي هناك؟ عارف فين ضهطوره؟ محله. ضهطوره المحله؟ بعد محله. طب يلا بينا. طيب، ونسلي صيامنا في الطريق، واحنا بقى طالعين على مركز طب أسرة ضهطورة. هات اسال سؤال ونعمل جايزه. جاهزين يا دكتور؟ محدش يبص في الموبايل. سؤال سهل يا دكتور. صحيتوا دلوقتي؟ فوازير رمضان. ايوه يا دكتور، فوازير رمضان. قدموها ثلاثي اضواء المسرح سنه كام؟ 71. ها أول سنة اتقدمت فيها فوازير رمضان كان سنة 1968، قدموها ثلاثي أدواء. فرقت سنة معاك سنة. سهل أوي يا دكتور السؤال ده. لا لا يا دكتور، ده سهل، ما جاوبتش ليه يا أخويا؟ طلبة سهلة. الله، سنة 68، وسمير والضيف وجورج الله يرحمهم، وكانت إخراج الأستاذ محمد سالم. وبعدين عملوها سنة 69، كانت اسمها إيه؟ فوازير وحوي. يا وحوي، خلاص يلا بكره بقى نكمل معاكم فوازيرنا ونشوف الاخبار ايه. يلا بينا في سكتنا على محافظه الغربيه ونشوف مركز طب اسره ضهطوره. في عمال هنا هم شغالين، شايفينهم يا رجاله؟ ننزل هنا. السلام عليكم، رمضان كريم. اتعرف بيك. الله اكرم. وائل جمعه، رئيس العمال المحليه بحانوت. ده احنا هنا فين؟ مكان ايه ده؟ مركز طب الاسره بضهطوره. طب الاسره بضهطوره. سلام سلام. ده عباره عن ايه بقى المكان ده؟ ده عباره عن مستشفى واحد طب اسره معموله على استواء 50 متر مساحتها. ما شاء الله. تسمحوا لنا نبص. اتفضل. السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ بدر احمد راشد، حضرتك امن الاداري هنا شركه الشروق. بتعملوا هنا ايه يا بدر؟ دي وحده طب اسره حضرتك. بتخدم على ايه بقى المنطقه هنا؟ على القريه هنا. على القريه. على القريه بتاع قريه ضهطوره. ضهطوره. انت مين اسمك ايه؟ محمد عصام. منين يا محمد؟ منوفيه. منوفيه. بحضرتك تعرف عليك؟ اسمي محمد حمدي موسى، من منوفيه برضه. هنا مشاري. انا مسؤول السلامه والصحه المهنيه يعني. ما شاء الله. طب شد حيلك. مصطفى مهندس مفتوح. مصطفى مسك هنا ايه؟ عامل ايه؟ انا المهندس المسؤول عن الوحده. قول انت بتبنوا هنا بقى الوحده الصحيه؟ اه، وحده صحيه لقريه ضهطوره. عندنا 10 وحدات زيها في 10 قرى مختلفه. بننفذ الوحده ديت، سلمنا منهم 5 لوزاره الصحه، ومعنا 6 لسه شغالين فيهم. اشرف بيك. محمد عطار خولي. شال ايه؟ انا سواق هنا. عندك اولاد؟ ان شاء الله. مين ومين ومين؟ روان ورزان واحمد. طيب نفسك بقى يطلعوا ايه؟ روان ورزان الا ربنا يقدرنا عليه. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. شرفي. احمد جلال هيك. مين يا احمد؟ من دهتوره. مين بتشتغل؟ ايه عامل في الشركه؟
انت من دهطوره وتبني في دهطوره؟ طب ده شيء كويس. انا شغال فيها من زمن يعني بقالي سنتين ونص كده. شرف بيك. حمد مصطفى ابو عاطي من دهطوره، شغال عامل برد. تعالى حسن احمد من ميني سالي علي فجيبس. حضرتك احمد محمد عين نقيب، شغال هنا تبع شركه الشروق. اشتغل ايه؟ شغال هنا عامل معاهم هنا. عامل معاهم. حضرتك محمد نصر الجمل سالي عامل برد. حضرتك احمد زكي مبروك بعد محاور. ما شاء الله. منين؟ من البحيره. من البحيره ان شاء الله. شرف بحضرتك. عبد الاحد علي ابو زيد من صنباط مركز افتاء غربي. اهلا وسهلا. عندك اولاد قد ايه؟ عندي أربعة. مين ومين ومين؟ أحمد ومحمد وعمر وعبد الحميد. طب عايز تقول لهم إيه النهارده في رمضان؟ أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وعودة عليكم بخير يا رب، ويجعلكم في هنا وسعادة يا رب طول عمركم. واللي فيه في رمضان كده على وقت الفطار تقول يا رب عايز إيه؟ أنا بدعي إن ربنا يعيشنا في استقرار وفي أمن وفي أمان، ونبقى بلد أمن وعايشين في استقرار طول عمرنا على طول. ربنا يكرمك. الله يخليك. شرف بحضرتك. أشرف السيد نبيل عشماوي من محافظة الغربية من حانوت. سهلي. عامل هنا. حضرتك عبد الرحمن احمد شوقي من المنوفيه، شغال فني كهربائي. اهلا بيك. حمد زكي مبروك ابو خادم من كوم حماده بحيره. اهلا وسهلا. الله يخليك. ساري حركه مبيض محار. ولد قد ايه؟ انا بقالي سنه ونص. عندك ولد قد ايه؟ عندي اربع اولاد. مين ومين؟ محمد ومكه ومكه. ما شاء الله. لا الحمد لله يا الله يخليك. تحب تقول لهم ايه النهارده؟ والله بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبعد الايام عليكم بالخير كده يا رب. كل سنه يا رب يسعدك ويفرحك بيهم. حضرتك مصطفى محمد ربيع من سويق فن كهرباء. ما شاء الله. انا سعيد بكم جدا والحقيقه احنا جايين نقول لكم كل سنه طيبين، واحنا في واحد من الناس كده بكل يوم في رمضان بنلف في شوارع مصر الجميله عشان نقابل اجمل ناس في مصر. عارفين مين هم اجمل ناس في مصر؟ انتوا اجمل ناس في مصر. انتوا اللي بتبنوا وبتعمروا، من غيركم مش هنعرف نبنيه. فربنا يوفقك ويحفظكم. بتحبوا الفوازير؟ ها؟ هسأل اسمكم كده. بتحب الفوازير انت؟ طب انا هسأل شويه اسئله كده واللي جاوب ليه جايزه ماليه. ايه رايكم؟ ماشي؟ طيب. لاعب مصري اطلق عليه لقب الحاوي. وليد سليمان. وليد سليمان. مين اول واحد قال وليد سليمان؟ مين اول واحد قال؟ على فكره انا قلت حضرتك. انا قلت اول واحد والله. ها مين محمد؟ مين اللي قال؟ انا اللي قلت اول واحد وراك. طيب ماشي. مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس وخلاص ما تجاوبش تاني. لاعب مصري اطلق عليه لقب قلب الاسد. رامي ربيعة. وائل جمعة. طارق حامد. وائل جمعة. طارق حامد مظبوط. 1000 جنيه من واحد من الناس. يلا طب شد حيلكم بقى. ها اللي جاي، مين هو اللاعب اللي سمي بالغزال الاسمر؟ عمرو جمال. مين ابراهيم يوسف؟ اول واحد قال ابراهيم يوسف. مين اول واحد قال ابراهيم يوسف؟ مين؟ تعالى مين قال ابراهيم يوسف الاول؟ لا مين؟ لا تعالى. 1000 جنيه من واحد من الناس. الغزال الاسمر ابراهيم يوسف ده زمان بقى. مين اللاعب اللي بيطلق عليه لقب الكابيتانو؟ تعال. مبروك 1000 جنيه من واحد من الناس. مين نجم الاهلي اللي كان اسمه المسمار؟ سمع شوقي. صح. تعال تعال. 1000 جنيه من واحد من الناس. مبروك. انتوا كلكم ما شاء الله شاطرين قوي. طيب يلا جاهزين. مين اللاعب اللي بيتقال عليه الجوكر؟ تعالى. 1000 جنيه من واحد من الناس. 1000 مبروك. سقفوا له. طيب مين اللاعب اللي اطلق عليه لقب القناص؟ مين قال عماد متهم؟ أول واحد قال مين؟ الراجل ده ها؟ ها؟ عماد متهم. تعال. صد. أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق. تعال. 1000 مبروك. 1000 جنيه راح من الناس. ده مذاكر كويس أوي. طب دي فزورة. ايه هي الاشياء اللي بتكبر كل ما تضربها؟ اللي بتكبر كل ما تضربها
نو الارقام لا اللي بتكبر كل ما تضربها خمسة. مين اللي قال اعداد؟ تعالى مبروك مبروك 1000 جنيه 1000 جنيه. ايه الشيء اللي عشان تمسكه لازم تحط ايديك في عينيه؟ التبن القلة. تحط ايديك في عينيه مص. ايوه مين اول واحد مص؟ مبروك 1000 جنيه. كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا، واحنا حابين بس نسلي صيامكم كده يعني، ونقول لكم كل سنة طيبين. انتوا اجمل ناس في مصر بتبنوا وتعمروا، وان شاء الله نيجي بقى نلاقي الوحده الصحيه دي شغاله والناس شغاله بتخشها ونستفيد منها ان شاء الله. تأمروا باي شيء انا حمش. رمضان كريم عليكم. السلام عليكم. زي ما شفنا حضراتكم يعني المركز الصحي الجميل بتاع الدهتوره بيبنوه عمال جمال، كل التخصصات شغاله هنا من كل محافظات مصر بتبني وبتعمر عشان تعالج الناس هنا اهالي قضيه الدهتوره. كنا لازم نجي لهم ونقول لهم كتر خيركم، رمضان كريم.